يمكن إنكار حقيقة أن الحقبة التي نعيش فيها هي الحقبة الرقمية بلا منازع، فالجميع مستمر أمام شاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والنقالة، وفي خضم هذا كله تعتبر تربية وتنشئة الأطفال بشكل متوازن تحدي هائل وكبير بالفعل. شو هي السبل لتوفير بيئة آمنة تربويا ونفسيا وأيضا آملة لأطفالنا في ظل هذا التحول الرقمي؟ راح نتعرف عليها أكثر ونشوف كيف ممكن نتعامل مع أبنائنا في هذا التحول الرقمي، وأيضا كيف ممكن نؤدي إلى إيجابيات أكثر مع الدكتورة الاستشارية والتربوية والخبيرة الأسرية دكتورة ياسمين الخالدي. صباحك الله بالخير دكتورة، نورتينا. دكتورة خلينا نتكلم في البداية بالفعل، ما هو الأمن والأمان الأسري أو التربوي في ظل التحول الرقمي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. العفو حبيبتي. هذا موضوع جدا مهم خصوصا في عصرنا الحاضر. صحيح. احنا نعرف الامن الاسري هي كلمة من مقطعين، الامن الاسرة. الامن، تعريف الامن هي الحفاظ على الخصائص الدينية والصحية والفكرية والاجتماعية من تهديد الخارجي. صحيح. وكل ما يمس الابناء وافراد الاسرة. لذلك لانه الامن الاسري هو ضمانة للامن المجتمعي، يعني أكيد. اذا في تفكك اسري ما في ضمان مجتمعي ولا استقرار مجتمعي. اذا هنا حماية الافراد نفسهم من الافكار المتطرفة، الافكار الخارجة عن المألوف، الافكار الغريبة الدخيلة على ديننا الإسلامي وعلى مجتمعنا. وأيضا هذا كله يحقق الأمن النفسي والأمن الفكري. صحيح. وفعلا يمكن نفس ما ذكرتي دكتورة ياسمين، دائما مثل هاي الأشياء، التطور، التقنيات الحديثة، التكنولوجيا الحديثة، وجود أبنائنا الدائم والمستمر مع الهواتف المتحركة، مع الآيباد، مع اللابتوب، صار الطفل متعود أنه يستخدم هذه الأشياء. ويمكن بعض الأهالي ينسون موضوع الحوار، النقاش، القعدة مع الطفل، فتشوفين الأطفال في منهم بالفعل فقدوا يمكن نقول الأمان النفسي في المنزل. صحيح. شو الأمان النفسي دكتورة ياسمين؟ كيف ممكن يتم تحقيقه مع أبنائنا في المنزل؟ تعرفين زينب أنه الأمان النفسي والتربوي جدا مهم، باعتبار أنه الأسرة هي المنبع الأساسي في الأمان والاستقرار والصحة النفسية. فلا أنا من رأيي لا يتحقق، ومن مشاهدات عديدة ومن استشارات كبيرة ومن مشاهدات في المجتمع لحالات، برأيي لا يتحقق الأمان النفسي ما لم يكن هناك أمان فكري. فعلا. أمان فكري، ماذا نعني بالأمان الفكري؟ أنه تجنيب أولادنا كل الأشياء والأفكار الدخيلة، بالجلوس معهم، بالتكلم معهم، حتى أنهم مجالستهم وكسب محبتهم. أنت يوم تكونين قريبة مع ابنك يحبش يكسب ثقتك، فهنا رح يكون عامل المكاشفة والصراحة مع الابن. فأي شيء دخيل عليه، أو مثلا يتعرف على أصدقاء سوء أو أفكار دخيلة، هنا رح هو يأخذ رأيك أو رح يكلمك. فهنا دورك أنت رح تكونين ناصحة له بهدوء وبحب وبروية وبحكمة. وهذا كله أنا برأيي إحنا نحصل الأمان الفكري لما نكون في أشياء عامل رئيسي، وهو توحيد الأفكار الفكرية والنفسية والاعتقادية والعاطفية. وهذا بيجي عن طريق شنو؟ تعزيز الثقة بالنفس للطفل، تعزيز القيم والمبادئ الدينية، والحفاظ على الهوية، هذا جدا مهم. أيضا احترام الآخر واحترام الآراء الآخر، أيضا مبدأ التشارك والتفاعل، أنه طفل يكون فعال متعاون، عنده إحساس بالمسؤولية في عائلته، وبالتالي راح يعكس إحساس المسؤولية مع الآخرين فعلا. فيكون يخرج للمجتمع شخصية سوية سليمة، خالي من الأنانية والعدوانية. أكيد. وخالي من الأمراض النفسية. بالضبط. دكتورة ياسمين، بعض الأهالي يعني انقسموا يمكن نقول فريقين او مجموعتين، بعض الناس تقول لك انا مو معطي عيالي ايباد، يعني تسالينها تشوفين الولد فعلا وصل 13 14 سنه تقول لك ما عنده او ما يستخدم هاي الاشياء الالكترونيه، وبعض الاهالي يعطون عيالهم 24 ساعه طول اليوم. كيف نوازن بالفعل في هذا العصر، عصر التحول الرقمي، في موضوع ان احنا نعطي عيالنا هذه الاجهزه الالكترونيه لكن مش بشكل مفرط، او ان احنا نمنعهم بشكل تام؟ عدم التوازن والاختلال في التربيه هذا يولد كثير مشاكل،
نفسية وتربوية. لذلك أنا أشوف في بعض الحالات إحنا من نريد نوجه أولادنا لازم نكون إحنا موجهين نفسنا قبل بادئ ذي بدء، لأن عزيزتي التربية هي ليست بالتنظير وإنما هي بالقدوة. صح. يعني أنا شو أسوي، أنا شو أقدم، أنا أصلي، أنا أتكلم، أنا أمدح الناس، أنا أحب، أنا عندي علاقات طيبة، عندي علاقات روحانية، بدون ما أقول للطفل هو راح يقلدني لأن القدوة إليه. شو أسوي مثل بروجرام أو برنامج يومي، أنا شو أسوي، أبنائي هم تابعين إلي. فللأسف هناك بعض الآباء هم بحاجة إلى توعية، بحاجة إلى كيفية، عندهم نظرة وجهل في كيفية استخدام السوشيال ميديا، في كيفية معرفة سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا. يعني الأوراق هنا عندها مخلوطة، فكيف لهذه، أنا لا أقول بعض وليس الكل، بل هناك بعض من أولياء الأمور عندهم الوعي العالي في صح. كيفية توجيه الأبناء. إحنا نتكلم الحين على العوائل والشخصيات الغير مبالية والشخصيات الغير مهتمة بالتربية وما عندهم وقت أصلاً تخصص للأبناء. هنا لازم يكون تخصيص وقت نوعي للأبناء، الجلوس معاهم، التكلم معاهم حتى لو 10 دقائق باليوم، هذا كفيل، أو ربع ساعة حسب أنا استطاعتي، حسبها، وأتفهمهم وأعرف مكنوناتهم الداخلية وشو يبون شو يحتاجون. حتى من يطلع مثلا برامج نقعد نتناقش أنا وأولادي، حتى بأفلام الكرتون أتناقش معهم وأبين سلبيات والإيجابيات. دائما أبين السلبيات وأبين الإيجابيات، أنا دائما أقول ما في شيء سلبي وما في إيجابي. يعني إحنا لا نب اللوم على السوشيال ميديا أنه هي كلها سلبية، لا، هي فيها إيجابيات، إيجابيات اللي هي الاستطلاع والتعرف على ثقافات العالم ومزايا العالم. أيضا ساعدت السوشيال ميديا على تطوير ذات الإنسان عبر البرامج التوعوية والبرامج الإعلامية الجميلة اللي تقدموها حضراتكم الإعلاميين المميزين. ارتقت بالعوائل العربية، ارتقت بالأسر، أساس التربية، الصحة النفسية، مواضيع بس حسب علمية. كيف دكتورة احنا نستخدمها بالضبط، هذا اللي أريد أوصل له. وبالعكس في الجانب الآخر هو سلاح ذو حدين فعلا، صح ولا لا؟ أنا كيف أستخدمه؟ أنا أقول السوشيال ميديا سلبية، إذن أنا استخدامي سلبي، صح. عندي إفراط وما عندي كنترول كيف استخدامه والوقت عندي يعني مفتوح، وهذا بالتالي أنا راح أكون قدوة لأولادي. لكن إذا كانت الاستخدامات إيجابية، أنا أعرف كيف أسيطر على الوقت وأعطي أوقات معينة للطفل وشو الأشياء أنصح فيها ودائما أكون مرافقة معه وأشوف شو هو الأشياء اللي يشاهدها وأربطه دائما، مش هاي كل الأشياء المعلومات بالواقع، لأن إحنا عايشين بواقع، صح. فحتى يصير تغذية راجعة ذو يعني فعلا، نعم. ويستفيد الأبناء، نعم. طيب يعني دكتورة ياسمين، بعض الأهالي يقولوا صعب إن أنا يكون لي رقابة أو تحكم على أطفالي لما يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا اليوم نساعد دكتورة ياسمين من خلال تواجدك معانا، كيف ممكن نساعد الأهالي نقول لهم لا، أنت تقدر تراقب طفلك أو يكون لك تحكم في موضوع مواقع التواصل الاجتماعي بعدة طرق يمكن بعض الآباء ما يعرفونها، حابين نساعدهم اليوم، كيف ممكن نراقب المحتوى اللي يشاهدون أبنائنا ونساعدهم أنهم يتعرضون لمحتوى بشكل إيجابي؟ أنا قلت لك من البداية أنه المكاشفة والمصارحة، يوم أنا ابني أأثر فيه ويحبني أنا راح أكون قريبة إليه، صح. هذه أول نقطة. يوم الطفل اللي يكون يعني الأهل شوي عندهم نوع من الشدة ونوع من القمع، هنا راح يصير تباعد، صح، وراح يخاف أنه يعبر عن مشاعره ويخاف أنه يتكلم ويخاف أنه، فهنا راح يصير هو فجوة نفسية وبالتالي فجوة تربوية، فراح يقوم هو مثلا يقول لك أنا ما أشاهد، أنا ما أشوف، قلتوا لي أنه هذا البرنامج غير خلاص مناسب، خلاص تعود أن الأهل منعه، وراح يشوفها بالغرفة أو راح يشوفها مع صديقه، فهنا هذا الحوار المستمر والحوار الإيجابي مع الأبناء جدا يقرب وجهات النظر، وبالتالي حتى مثلا أسوي عنصر مشاركة، إحنا في برنامج معين نشوفه سوا سوية في وقت معين، أسوي الأشياء الجميلة لمشاهدة برنامج، أخصص أوقات مع أولادي. يعني أنا أولادي كبار، قسم في الجامعات قسم في الثانوية، هذا ابني آخر واحد، يعني لحد الآن كأنما هم مثل الصغار، تطلع برنامج نجلس سوا، تتجمعون عشان تشوفونه، أترك كل اللي عندي. هذا الوقت النوعي جدا مهم في حياة أبنائنا من هم صغار لحد كبار، وهذا راح يتبعوه مع أولادهم في المستقبل. فأنا دائما أقول أكو نقطة ثانية مهمة، تأثير الآباء جدا مهم في تربية الأبناء، في توجيههم، تخصيص الأوقات لهم، أيضا اختيار أنا أقول الشريك المناسب، الزوج المناسب في الزواج، لأن هذا الزوج حيكون شريك وبالتالي هو حيكون أب، وخصوصا إذا كان على خلق ودين، وهذا هذا راح يكون هو الأب،
هو الأخ، هو الصديق، هو المربي، هو الراعي للأبناء. فهذا لما يكون شركاء في علاقة طيبة، الزوج والزوجة، الأم والأب، في علاقة وطيدة حيأثرون طيبة على الأبناء بشكل وبالتالي إيجابي. حيأثرون تأثير إيجابي. أما إذا كان الشق الثاني اللي هو العكس، كانت علاقاتهم مشاكل، فبالتالي هم يصود مشاكل مؤدي للصمت الزوجي، والصمت الزوجي هناك فجوة عاطفية راح تنقل إلى الأبناء، فيتجربها الأبناء فتحدث فجوة، وبالتالي يميل هذا الإبن إلى الخروج خارج إطار حياة الأسرة ويميل للهروب وبالتالي مصاحبة أولاد السوء. لذلك دائما نقول للأسرة دائما تكون متكاتفة متماسكة، كل ننقى بالمشكلات والأشياء التربوية والهذه، وما بها شيء واحد يسأل أو يتعلم. دائما أنا أمسك أولادي وأجلس معاهم وأكلمهم وأشوف الإيجابيات معاهم والسلبيات وأسمع، أسمع شو أسمع لهم، اسمع لهم وجهات نظرهم، قد تكون اكو اشياء يعني مخفيه عني صح. او انا اي مش شايفتها، فرق العمر والاجيال، فهذا صحيح. جدا مهم اكيد. وايضا دكتوره ياسمين يعني ذكرتي بعض الانشطه اللي ممكن نسويها في البيت ممكن تقربنا مع عيالنا، شو الاشياء الثانيه اللي ممكن كاب وام انهم يحققون فيها الامن والامان الاسري والنفسي داخل الاسره الواحده غير لغه الحوار والنقاش مع الابناء بشكل دائم؟ هو صراحة الصدق، الاهتمام، المحبة، تخصيص وقت لهم، الخروج معهم، تعليمهم على احترام الآخر، تبادل الآراء، هذا جدا مهم. أيضا الالتزام بالثوابت والقيم والمبادئ الدينية الإسلامية، وأيضا المبادئ التقليدية اللي نشأنا عليها دائما هي الأساس في التربية في كل شيء. هذا إحنا نعلمهم إياه، هذا نعلمهم إياه وإحنا نطبقه مع أسرنا ومع أرحامنا. ليش؟ لان احنا قلنا نرجع ونقول النقطة الثانية الأولى اللي احنا نربي احنا بالقدوة، نربي صحيح. أولادنا وليس بالتنظير، شو نسوي زين أولادنا يتعلموا بيسووا مثلنا، شو نتكلم. دائما أقول أنا من نتكلم الآباء يا جماعة انتبهوا، في كاميرات قاعد ترصدكم، في كاميرات، في عيون صح. هم الأبناء درجة الصوت، في شيء اسمه التربية الصوتية، لما أنا صوتي عالي ابني راح يطلع صوته عالي، لما انا شوفينا تدريجيا يصير مثل الاب او الام، حتى هذا ياثر عليه بالمستقبل في حياته المستقبليه، اذا كان في الكليه مع زملاء واذا كان متزوج مع زوجته راح تعاني نفس المعاناه مع كيف هو عانى مع داخل البيئه الاسريه. فعلا راح يكون نتاج يعني يمكن الاب والام اللي بعض الاحيان يكون بعض السلوكيات او بعض التصرفات دكتوره ياسمين مثل ما ذكرتي ما ياخذون بالهم لما يسوونها، بالتالي الطفل بالفعل يتعلم منهم وايضا ممكن يقلدهم فيما بعد. لو نتكلم عن الاثار الايجابيه اللي ممكن يحصلوها الاباء والامهات بعد تطبيق نقول التنشئه الاجتماعيه الصحيحه والسليمه من الناحيه النفسيه وايضا من الناحيه المعنويه. من الناحيه النفسيه اذا كان تنشئه وتماسك اسري وانسجام فكري ونفسي مع الزوجين ومحبة وينقلون هذه المحبة لأبنائهم حتى يكون واقع إيجابي للأبناء، هذا راح يطلع الابن شخصية نفسية سوية، شخصية محبة، ينقل هذا الحب اللي تشربه من الأم والأب في التربية إلى المجتمع، وبالتالي يكون غير حسود وغير أناني وغير عدواني. فعلا من خلالك اليوم دكتورة ياسمين نصائح تقدمينها الآباء والأمهات لتحقيق الأمن والاستقرار الأسري والنفسي والتربوي في المنازل؟ يعني أنا أقول دائما نشر ثقافة الحب والتفاهم والحوار والمنأى بعيدا عن المشاكل، وحتى لو كانت في مشاكل أنا نذوبها بالحوار وبتقارب وجهات النظر وبعيدا عن أنظار الأبناء. أيضا تخصص وقت نوعي للأبناء، وهذه إحنا نجي دائما ابني يعني يقولوا لي مثلا في استشارة ابني انطوائي، ابني اندفاعي، طب هذه العطلة موجودة، العطلة الصيفية هي فرصة صح. كنا قبل أيام الدوام مشغولين، إحنا في الدوام، أولادنا في الدوام، فيا دوب واحد يرجع أنت شو سويت، أنت شو عندك واجب، أنت خلص بشكل سريع نام راح للمدرسة وهكذا. الحين إحنا عندنا وقت كثير يعني 24 ساعة أولادنا صح. أشوف شو النواقص، شو الثغرات اللي أولادنا بحاجة إلها، شو النواقص في شخصيتهم، في فكرهم، شو القصور، أحاول أخذيه بالكلام، تخصيص اشتراكهم في الدورات، أيضا الرياضة الروحية مثل ألعاب الشطرنج وقراءة القرآن، حفظ القرآن، مثلا النوادي الرياضية، يعني هذا كله ينعكس الرياضة الجسمية ينعكس إيجابا على الصحة النفسية فعلا. وبالتالي الصحة النفسية إذا كانت متبادلة بين الأبناء وبين هذا راح يجنبنا من ديس أوردرز اللي هو الاضطرابات النفسية، وراح يقرب
أواصر وصير تماسك أسري بشكل كبير. طبعا أواصر أسري كبير. صحيح، بالفعل دائما نقول يعني الأباء والأمهات لازم ينتبهون لبعض الأمور ويبتعدون عن بعض الأشياء اللي ممكن تؤثر على الأمن والأمان النفسي والتربوي لأبنائنا في المنازل. ملاحظة يعني بدون إطالة، بس إحنا مو بس أمهات وآباء لأبنائنا، يا جماعة خليكم تكونوا أصدقاء. يعني يقول لك من كبر ابنك قوي، هسه احنا اصدق اولادنا اصدقائنا، يعني حتى من تجاربهم، عندهم تجارب ولو هي كانت بسيطه ولكن نقدر انه احنا ينبهونا على شقاء، كذلك احنا تجاربنا معاهم نقدر نغذي من ذاكرتهم، من افكارهم، من خبراتهم، وبالتالي تكون العلاقات جميله، علاقه صداقه، وليس انها من علاقه من اوامر فقط وتعليمات، وهذه هنا أنا راح يكون ثقه نكسب ونكسب الثقه الزائده. اكيد دكتوره، وبالتالي نفس ما قلتي اهميه الحوار والنقاش مع ابنائنا في المنزل تؤدي الى تحقيق اكيد الامن والامان النفسي والاسري والتربوي. كل الشكر لك، الاستشاريه النفسيه والتربويه دكتوره ياسمين الخالدي، نورتينا دكتوره، يعطيك العافيه.